مرحبا بحضراتكم مرة تانية في البيت الكبير. فقرتنا دلوقتي فقرة مميزة مع الناقد المتميز دايما الأستاذ محمود صبري. هنتكلم معاه أكيد في ملف الدوري، خاصة الدوري راجع وراجع بقوة، نتائج على مستوى ممكن على مستوى بعض المفاجآت، كمان مشوار النادي الأهلي، المباراة المرتقبة بإذن الله يوم الجمعة أمام سيمبا، المشوار الأفريقي، دور المجموعات اللي انتهى، مين أقوى الفرق المرشحة إنها تقابل النادي الأهلي لاستكمال مشوار العشرة أهلي. أستاذ محمود بنرحب بحضرتك، منورنا دايما. أنا سعيد معاك كابتن، إزي حضرتك؟ الحمد لله متفائل. أنا بحب دايما الضحكة دي في أول برنامج. بعرف إنك متفائل وإن شاء الله الفوز جاي يعني. طبعا إن شاء الله بإذن الله. أستاذ محمود خلينا نتكلم أولا قبل ما نفتح ملف الدوري، نتكلم على المباراة، مباراة يوم الجمعة اللي جاية وأهداف هذه المباراة. رغم التأهل ووصلنا خلاص لدور الثمانية، لكن في أهداف حضرتك من خلال متابعتك لدور المجموعات ككل، اهداف النادي الاهلي ايه في مباراه سيمبا اللي جايه؟ لا هو اهداف النادي هو يعني بص حضرتك، في دروس الفريق الكبير دايما بتعلمها من خلال مشوار الدوري المجموعات، بيبقى تجميع نقاط وبرضه في نفس الوقت بيقدم شخصيته كبطل بيدافع عن وهو حامل اللقب، فده بالتاكيد بيبقى شيء من متابعه جمهور، يبقى هدف كمان بيشوف الفرقه اتطورت ولا الوضع بالنسبه لها عن بطوله العام الماضي مختلف ولا مش مختلف. بيكون في مقارنات يعني. بيبقى في مقارنات. يعني انت احنا بدانا مع المريخ 2-1 على ما اعتقد او 2-0 3-0 المباراه في هنا في القاهره 3-0. بعد كده خسرنا من سيمبا 0-1 في المباراه، ودي عملنا علامه استفهام. ايوه. بعد كده لعبنا مع فيتا تعادلنا 2-2. بس الاداء كان يعني الاداء اضهرنا كميه فرص غريبه. صحيح. جدا محتاجه وقفه. رحنا عملنا ماتش مختلف خالص مفاجئ، الناس كلها تكلها، ده ما احنا كويسين اهو. ايوه عملنا ماتش 3-0 مع الرقفه برضو في فيتا. بعد كده رحنا المريخ شوط انت ما جيتش فيه خالص، وشوط تاني مختلف ظهرت شخصيه الفريق وكان ممكن تكسب. فانا عاوز اقول لك الحاجات دي بتمر بيها بمراحل، بتخلي برضو اكيد الجهاز الفني وتخلي برضو بعض اللعيبه اللي مستواها بامانه شديده متذبذب من مباراه اخرى لبعض، مش عارف بيفقد تركيز يعني بيروح في حته ما بيرجعش يعني حاجه غريبه برضو ملاحظه على اداء بعض لعيبه النادي الاهلي. مش هقدر اقول كل حاجه اقدر احملها على الاداره الفنيه، انا ممكن الاداره الفنيه عامله شغل، لكن ايه تراجع المستوى والاداء في الملعب يبقى رهانه الاساسي قدره اللعيبه وتركيزهم في تنفيذ مهام اللي ايه اللي كلفهم بها الجهاز الفني. المساله دي انت مباراه سيمبا اللي جايه دي مباراه على فكره مباراه مهمه جدا قدام منافس هو متصدر قمه المجموعه 13 نقطه وعامل اداء يعتبر مفاجاه على فكره مفاجاه. صحيح. فهتبقى مباراه مهمه جدا يعني تجميل الصوره وتقديم عرض قوي قبل العوده لاستئنافه مسابقه الدوري اللي هو يعني هتاخد فيها فتره، لانه خلاص بعديها بطوله دوري ابطال افريقيا هتتوقف شويه استعدادا لاجراء القرعه، وهتشوف بقى الخريطه هتوديك فين، ده اللي هنتكلم فيها بعدين. لكن تحسين الصوره وتقديم عرض خوب مهم جدا، مطالب قدام سيمبا، مطالب انك انت تظهر انه اللي حصل لك هناك كان خارج عن الاراده وانه درس انت اتعلمته كويس جدا، بدليل انك انت لما لعبت هناك في ساعه 3 رجعت لعبت مع فيتا نفس التوقيت الوضع كان مختلف، لعبت مع المريخ في نفس التوقيت كان الوضع بالنسبه لك ايه مختلف، يعني بقى انت خدت درس من النتيجه 1-0 دي عملت عليك تاثير. تفتكر ايه الدروس اللي حضرتك او الدروس المستفاده هناخد من اجمالي دور المجموعات علشان مثلا موسيماني يبدا الدروس دي نستفاد منها كمان على مستوى اكيد على مستوى الدوري، لازم يكون طبعا البدايه تكون قويه ان شاء الله، لكن كمان على مستوى المنافسات الاهم في دور الثمانيه. ملاحظاتك ايه بالنسبه لدور المجموعات، اداء النادي الاهلي في توتال دور المجموعات في توتال والدروس المرحله دي في المرحله الخمس يعني مباريات الخمس مباريات اللي تلعب البطوله دايما تصنع من خلال الفوز خارج الديار يا كابتن. يعني لو جينا تقلبنا التاريخ كله وعملناه كده ومسكنا ورقه وقلم في بطولات الاهلي اللي قبل كده تلقى الفوز خارج الوطن بيبقى مهم جدا، لانه خلاص بيكسر حاجز النفسي بيسهل عليك المهمه. انت في البطوله اللي فاتت اللي فزت بيها التاسعه فوزك على الوداد في المغرب هو اللي حسب انك انت تاهلت للمباراه النهائيه. فانت لما خسرت
قدام سيمبا كان درس قاسي جدا. كمان كانت الخساره صعبه جدا، وكان الغالبيه بعيدا تماما، يعني بعيدين تماما عن التركيز في المباراه دي. كان في اخطاء بالجمله واتهامات لموسيماني وتشكيك في، يعني عاوز اقول لك ايه، هو كل مباراه بيبقى لها حساباتها، لكن لما يتكرر الامر ان يبقى مباراه اداك مش قد كده وبعد كده شوط وشوط، يبقى هنا في عدم استقرار بقى، يبقى في حاجه هنا في خلل. بس في عوامل اعتقد برضو، ما هي العوامل ده حضرتك انت بتخليك ايه، انك انت بتحط في الحسبان يبقى فيها شغل معمول. ان بالظبط احنا عايزين ناخد من ده وناخد، يعني مثلا حضرتك بتتكلم ان دور المجموعات كان فيه تذبذب في المستوى، تذبذب من مستوى خلاص جدا. ما عادش خلاص خروج المغلوب، ما عادش فيها ايه. هناخد من النقط دي عشان ان شاء الله في دور الثمانيه. انت بتتكلم على اداء اكتر من رائع خارج الديار امام فيتا كلوب، وبعدين اداء متواضع امام المريخ، ثم اداء، انا بقول اداء كمان رائع امام فيتا كلوب في القاهره، رغم يعني النتيجه. لا دي في عدم توفيق وعدم تركيز، في تذبذب نتيجه حاجات، نتيجه مثلا في كان في اصابات، نتيجه الاجنده الدوليه شويه، نتيجه ارهاق. ناخد من ده كل ايه علشان ان شاء الله في دور الثمانيه يبقى عندنا خلاص هي مش مستحمله. يعني الموضوع خروج بالاقصاء ديت، يعني المباريات بتبقى صعبه جدا، نستفاد او الجهاز الفني المسلماني ياخد من ده علشان ان شاء الله الصوره تبقى تلعب كويس وتكسب، ويكون عندك كمان زي ما انت بتقول ثقافه الفوز خارج الارض، ده مهم جدا. بص يا دي رقم واحد، الفوز خارج الارض هو الهدف الاساسي اذا ما اردت الوصول لللقب العاشر ان شاء الله باذن الله تعالى. فانت مطالب انك انت على تاكيد على الجزئيه دي. طيب تمام. ثانيا الاصابات مثلا، ما انا بقول لحضرتك ماشي، ما انت عندك اصابات بامانه شديده برضو غريبه جدا، رجعنا تاني يعني برضو، لكن هي قلت عن الاول بامانه. لكن دلوقتي مثلا اصابه هاني معلول، يعني من اللعيبه الركائز الاساسيه، والنهارده نقاش يقول لك ده مش هرجع قبل شهر اربعه، برضو دي برضو حدوته برضو. ده الكلام ده من امتى؟ احنا بنحكي من فبراير، من اصابه كاس العالم، في كاس العالم من دربه النهارده، برضو دي محتاجه علامه استفهام بامانه شديده، ومحتاجه ايه السبب اللي وصل لاعب بحجم لاعب دولي كبير جدا بحجم انه يوصل للمرحله دي. والنهارده دي في خروج كمان يمكن ولا مصاب، ما نعرفش بقى تفاصيل الحدوته عامله ايه. كثره الاصابات دي بتعمل عائق مع الظروف اللي احنا شايفينها، كورونا والكلام ده كله، لكن قصه البديل تعمل لك مشاكل اساسيه. لكن انت كفريق بطل بيبقى عندك البديل، لان عندك 30 لاعب، لو ساعدوا يقول لك عندك 30، المفروض انت مختارهم بعنايه انه هتشيل ده وتحط ده. المساله بس بيكون في لعيبه مؤثره بشكل طبعا دي مش ثبات التشكيل، يعني ثبات التشكيل ده اللي ثابت، يعني بدات الامور تبقى افضل من الاول. يعني خلاص بدانا نحفظ انه خلاص خط الخلف، خط نص الملعب معروفين، الخط لما بدات تتضح ملامحه، خاصه ان يمكن مستر موسيماني في مباراتين اللي فاتوا على المستوى الافريقي لعب بنفس التشكيل امام فيتا كلوب وامام المريخ، محمد شريف ونفس ومروان، يعني بص يعني برضو ايه، هنقول ده شيء كويس جدا. دي حاجه ثانيه، البعض يفقد التركيز، دي بقى مشكله يا كابتن، واضحه بامانه شديده، يعني محتاجه يعني مش عاوز اقول انه محتاجه تشديد كبير جدا على مساله التزام اللاعب نفسه واعاده التكرار للاعبين الصغيرين او حتى اللاعبين الصغار، انه السهر ممنوع طول انك انت ما مسافر. ودي في اخطاء كتير جدا ممكن يتقال فيها كلام، انه النوم مبكر والصحيان مبكر. خلي بالك من الحاجات المهمه جدا ان عملت نقله في الاهلي فتره، لما جه مانويل جوزيه السلام المهمه، كان كل التدريب بيبقى على العصر، جه مانويل اقر التمرين 8 صباحا، فكان التجمع دلوقتي بيتمرنوا، ما انا بقول لك الساعه 9 ونص، انا بقول لك قرر التمرين 9 عشان يعرف كان يعمل عمليه الانضباط والالتزام، واتضح بعد كده اللي ما استطاعوش ان هم يحافظوا على الكلام ده خرجوا من الدايره بتاعته، وكان نتيجتها ايه، في التزام تام جدا والتزام وتركيز وحاجه كده. فانت عندك المرحله الجايه دي، خلاص يا جماعه احنا دخلنا في مرحله في غايه الاهميه، مباراه مقابل مباراه، يعني خروج المغلوب ما فيهاش انتظر لما اعوض ولا بتاع. مباراه جت القرعه في مباراه الذهاب خارج القاهره، هيبقى بالنسبه لك مطالب انك انت تكسب، مش رايح تلعب مباراه ولا انتظر عوض، لان الكره ما عادش فيها خلاص، ما عادش في ظل غياب الجماهير، لم تعد هناك ما يسمى بالارض تلعب مع اصحابك خلاص، الارض متساوي كلها. اكبر دليل زي بتفرج مع حضرتك يمكن على اهو على باريس سان جيرمان والبايرن، مباراه وكميه فرص وضغط رهيب جدا متواصل، ودقيقتين وقت ضايع الكره ما خرجتش. فعاوز اقول لك ايه، انه اكيد في هيبقى بعد مباراه الجمعه اكيد مستر موسيماني في الحاجات دي صاحب، يعني مع سرعه الدوري والكلام برضو في ضغوط كبيره جدا، هيبقى في برضو اكيد في تكليف حد بدراسه اللي حصل فيه في الست مراحل بتاع المباريات الذهاب والاياب، والسلبيات والايجابيات ورصدها بشكل افضل، بشكل
يوضح ايه الحاجات اللي الاخطاء اللي احنا ارتكبنا فيها. الخلل اللي حصل في مباراه او اتنين كان نتيجته اكيد الجهاز الفني عارف يا كابتن، واكيد اللعيبه عارفه، واكيد الحاجات دي هتبقى يعني واضحه، لانه في مباراه دور الثمانيه الامر مش هيكون قابل للتجربه ولا قابل ان ما كنتش في تركيزي او ضيعت صحيح. او ما ضيعتش صحيح. يعني برضو ظاهره اهدار الفرص ده دليل على انه الجزئيه دي برضو محتاجه شغل من الجهاز الفني. حسنا فيها بشكل افضل بس يعني برضو يعني انت ممكن يجي لك في مباراه 7 8 9 10 اهداف تجيب منهم هدفين ماشي، هتقول لي ده ما خلص خلص المصري شبه، لا كان عندك فرصه انك انت تزود، ما ده برضو بيديك ثقه اكتر في تنفيذ الحاجات دي والمهام دي. فاعتقد انه انك انت ايه مباراه يوم الجمعه مباراه مهمه، الفوز بيها مطلوب والاداء القوي فيها مطلوب، بدليل على كمان حتى تصريحات المدرب الفني بتاع سيمبا بعد المباراه وقبل المباراه والكلام ده عشان راجل عام يعني اشتغل من هنا شويه ما تدرب نادي الاسماعيلي، فعنده نوع من ايه معتبر النادي الاهلي يعني بالنسبه له محفز الفوز بيه ده في حد ذاته بطوله. لكن في مباراه مهمه مع فريق مفاجاه دوري ابطال افريقيا حتى الان في المستوى اللي هو قدمه والاداء والفوز خارج ملعبه وداخل ملعبه ده برده عامله له ايه، فاعتقد مباراه مش هتبقى مباراه سهله برده، هتبقى محتاجه جهد وتركيز كبير جدا من اللعيبه، لانه الفوز فيها يمنحك برده يحسن الصوره 11 نقطه بدلا من 8 افضل بدلا من 9 افضل. لانه عاوز اقول انه صح فعلا نقول انك انت مهمتك تجميع النقاط من اجل التاهل، لكن في حد ذاته فريق بحجم الاهلي بطل افريقيا لابد الناس برده جمهور الكبير والعريض بينتظر منه اداء الاقوى، بينتظر منه الفوز ولا المستويات بتروح وتيجي هي الكوره، لكن برضه في المجمل لازم يبقى عندي نتيجه انا الافضل في 1 2 3 4 صحيح. يمكن كمان على مستوى المباراه زي انت بتتكلم في وجهات نظر مختلفه علشان نعمل اداء كويس ونتيجه كويسه، في بعض الناس بتقول لازم نبدا بالتشكيل الاساسي، في جزء تاني بيقول لا احنا وصلنا لهدفنا هو التاهل، وان موسيماني والجهاز الفني عنده فرصه ذهبيه في اراحه بعض اللاعبين المجهدين او اللي شاركوا باستمرار زي قفشه زي عمرو السوليه زي محمد هاني زي الشناوي، بنتكلم على عناصر كتير زي ايمن اشرف، دول الفرصه الوحيده لموسيماني انه يبدا يدي راحه للعيبه ديت هي من خلال مباراه سيمبا، ويمكن كمان مباراه النصر في الكاس اللي هي يمكن كمان بعد 4 أيام من مباراه سيمبا. حضرتك مع انهي جزئيه، هل فعلا يبقى في راحه للاعبين ويبدا يدخل لعيبه جديده راجعه من الاصابه يضخ دم جديد، وخاصه في لعيبه مميزه رجعت زي وليد سليمان زي ناصر ماهر زي كهربا حسين الشحات بقى له فتره، يعني انت من انهي وجهه نظر افضل بالنسبه للنادي الاهلي عموما او انت كوجهه نظر كناقد رياضي؟ انا اميل الى انه المدير الفني هو عارف نفسه هو عايز ايه من المباراه، ده اللي هو بيحدده يا كابتن. انت بتيجي كتير في مباريات دي تقديم خلاص وهنقول عليها مباراه تحصيل حاصل، لكن في حد ذاتنا نتيجتها والفوز فيها مهم جدا عشان بس ايه ما نقعدش نردد كلام ونقول حاجه ثانيه. لا تجربه الناس اللي انت بتقول الناس ده اساسيين في الفرقه، انت بتعد وبتجهز دول للي جاي صحيح. اللي جاي دول هو لازم يبقوا موجودين وحاضرين فيه، يعني ده احنا لما نيجي نتكلم على وليد سليمان بيقولوا لنا احنا افتقدنا عنصر خبره وعنصر ثقه بيدي امان للعيبه في الملعب في مباراه قلنا في كاس العالم للانديه لو كان موجود كان يبقى عامل فرق كبير جدا. لما تروح دور الثمانيه والقرعه بقى هتتحدد بقى تواجه مين من الثلاثه اللي تاهلوا دول، او هيبقى الامور محتاجه يبقى عندك ايه كتير. وليد سليمان جاهز، كهربا جاهز، حسين الشحات جاهز، يبقى عندك ايه طاهر. واحد واثنين طاهر محمد خلاص مفيش حد، دول كلهم اساسيين بس بيدور مساله التدوير بترجع للرؤيه الفنيه والمدير الفني عارف مين اللي هينفذ اللي هو عايزه ومين اللي هيفيد الفريق في الوقت ده. دول اساسيين وجودهم وظهورهم في المباراه دي مهم جدا. راحه الناس اللي هي بذلت مجهود وعندها مثلا بتشكو من بتاع بعض الالام والكلام ده تريح في الفرصه دي ودي الغير اطلع واشرك حتى على مستوى حراسه المرمى مثلا حتى على حراسه المرمى طبعا ما فيش مشاكل يعني علي لطفي ياخد المباراه عشان برضه خلي بالك ولطفي ياخد كمان برضه حاجات دي برضه رؤيه برضه فنيه ولطفي ياخد كمان في الكاس ياخد في يعني برضه انت ايه بتجهز بتحفظ. ما انت لازم كده لما تبقى كسبان 3-0 مثلا في مباراه من حقك انت كمان تروح منزل ناشئ لو انت عاوز تجرب صحيح. لو عاوز تجرب لعيب انت شايفه هتجهزه مثلا في نص ساعه في المباراه اديله وريح في لما الماتش خلاص صحيح. ممكن يعمل لك حاجه. فعاوز اقول ايه بتبقى اكيد في يعني رؤيه مستر موسيماني وتفكيره
خاصة انه عندك موسم مضغوط رهيب جدا، ده كمان لسه ما دخلش معاك المنتخب كمان في التصفيات الكبيرة جدا، كمان تصفيات كاس العالم هتبدا وتبقى مشكلة وضغط كبير جدا، والدوري متلاحم زي ما انت عارف، كل متلاحم. احنا بنحكي دلوقتي حاليا هل مباراة الاهلي هتتعب يوم 18 والاهلي والزمالك، طب نجيب حكام من فين؟ دخلنا بقى في سلسلة ايه الحاجات اللي هي اللوغاريتمات اللي احنا ايه عاوزين نخلص منها، لكن خلاص يعني عاوز اقول لك انه مباراة فرصة ان احنا نشوف وجوه جديدة، وممكن الوجوه في الدقيقة تديك الفرق وتدي لك وتعمل لك نتيجه كويسه جدا. كمان زي ما حضرتك قلت، هي مش كمان وجوه جديده على الفرقه، ما ينفعش تستهلك الضوء المجموعه اللي بصت المشوار من البدايه، لابد يجي في وقت كده. ما في ناس ممكن اخليها موجوده عشان دي عناصر، مش عناصر اسمهم كلهم اسمين، بس في ناس ما ينفعش اشيلها دلوقتي، لكن ايه ادي بقى الناس اللي راجعه دي واقول لهم وروني بقى هو ماتش يخش في فورمه المباراه، يخش في فورمه وتلعب مايو عشان يبقى عندك ايه، يبقى عندك البديل الجاهز ان انت تبقى ايه، ممكن يجي عليك وقت تقول ايه نلعب هنا في شكل في الاداء المحلي ونلعب هنا في افريقيا ثابتين في كذا، ممكن التغييرات تبقى قليله ومحدوده الكلام ده. فدي وجود العناصر الاساسيه عندك جاهزه على دكه البدلاء، لما تمتلك دكه بدلاء قوية بيبقى عند يعني الإدارة الفنية القدرة على تطويع المباراة وتغييرها بشكل أو آخر خلال المجريات يعني. طيب هنروح لدور الثمانية، وبرضه من خلال مناقشتي مع يعني من الناس اللي بتحب الكورة وبتحب النادي الأهلي حتى على مستوى الأصدقاء على مستوى النقاد الرياضيين، كنت بسألهم تتمنى أو الأفضل للنادي الأهلي اللاعب مين في دور الثمانية. بعض الناس بتقول عايزين نبعد شوية عن الشمال الأفريقي لو بتتكلم على الترجي أو الوداد، جزء تاني يقول لك لا انا افضل ان انا العب شمال افريقيا، الترجي مش هو الترجي او الوداد مش هو الوداد. جزء تاني من بعض الناس تقول لك لا احنا صن داونز بالنسبه لنا بتكون اسهل شويه، عندنا بعض التفوق على صن داونز خلال السنه اللي فاتت. انت رايح فين من دول؟ انا ما بقيسش الامور كده. طيب. انا بقيس المباراه بيومها، يعني ممكن اقول لك ان انا هواجه الوداد، حالتك في المباراه بتبقى عامله ايه؟ استعدادك قبلها بيبقى عامل ايه؟ التوفيق وعدم التوفيق، اصل دي كوره ممكن يعني يبقى فيها مفاجات، في حاجات خارج على مستوى الاداء، لكن انا لما اجي اقيم اقول لك صن داونز عامل نتائج رائعه صحيح، استهونش يعني انت، لا فرقه برضو عندها امل وعندها طموح، وما تعتقدش لو حصلت القرعه وجات لك هتبقى موجودهم على الاهلي يعني يعني ده موسيماني عندنا، لا ده مختلف خالص، هتبقى يعني تفرق على مستوى المستوى المعنوي لا وتبقى برضه رغبه الاداره انه ده انا نادي كبير برضه ما تاثرتش لما انت مشيت وانا اقدر اكسبك برضه، فانا عاوز اقول لك ايه، لكن الوداد طبعا يبقى عنده رغبه كبيره جدا في الرد على اللي حصل السنه اللي فاتت. انا ممكن اميل لمواجهه الترجي، لان انا كراجل كمتابع مش هنسى مواجهه الترجي بتاعه 3-0 بامانه شديده، مش هنسى اللي حصل مع بعثه النادي الاهلي، وحتى مهما حصل ما تقالش كل اللي اتقال هناك، وده هو طول عمرنا احنا كده بنحافظ على علاقتنا بالاشقاء وما تعرض له البعثه، والموقف الاتحاد الافريقي المخزي في الاعتداء على اتوبيس الفريق وداخل كان بشيء يعني بامانه شديده دفع ثمنه الفريق في اجواء غير رياضيه بالمره. هتقول لي الترجي، يقول لك مواجهه الترجي، لانه الترجي في خلال دول هو اقرب واحد منافس ليا في يعني ايه، طالع خد بطولتين ورا بعد، انا خسرت يعني منه، خسرت تقصي الترجي من الادوار اللي يمكن طبعا يعني، لكن ايه مواجهه ايه، مواجهه سهله، لا مواجهه نهائي سهلة. مبكر يعتبر على فكره، مواجهه تبقى نهائي مبكر، مباراه صعبه جدا، حتى لو واجهت الوداد هيبقى ماتش صعب جدا، كل مواجهه صعبه جدا، بس انت قدراتك وشخصيتك وهدفك من الوصول لازم هو الحاسم والفيصل، ورغبة اللعيبة وإصرارهم، لأنه عاوز أقول للعيبة أنك أنت لازم تبقى فاهم جدا أنه هيلعب معاك أي مباراة عارف بيلعب البطل، فهيبقى بالنسبة له بطولتين يا كابتن هاني، أن أنا يعني 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 أقصي البطل وأحقق المفاجأة، يعني فوزي وهيديني دفعه معنويه كبيره جدا، خلاص ما انا فزت على البطل التاسعه، فبحد ذاته ويبقى عنده مكسبين مش نتيجه واحده. اي فرقه بتلعب النادي الاهلي اي فرقه بتاعت النادي الاهلي ليها طموحات طبعا عندها طموحات كبيره جدا، فانت عليك ان تظهر زي ما احنا اتكلمنا، وافكر حضرتك احنا قلنا قبل مباراه فيتا كلوب اللي كانت مهمه مفصليه وهي سبب التاهل، قلنا الاهلي عليه ان يستعيد شخصيه البطل اللي هي بتظهر في مثل هذه المواجهات الكبيره، تظهر طينة ومعدن اللعيبة ورغبتهم الحقيقية وثقتهم بأنفسهم، إن هم عندهم يا جماعة
ما عادش خلاص في مباراة سهلة ومباراة صعبة. المباريات كلها مباريات صعبة خلاص. قدرات القدرات ربما تكون متساوية إلى حد كبير جدا، إلا فروق بسيطة جدا اللي هو الميل والانتصار للفريق، الأداء الجماعي، الاستفادة من كل الفرص، تنفيذ التعليمات، جهد المتواصل في الملعب، كل دي، تقليل نسبة الأخطاء، تقليل نسبة الباص الخطأ، كل الأمور دي تفاصيل صغيرة كبيرة بتحسم في المواجهات اللي هتبقى في دور الثمانية. فأنت إذا امتلكت شخصيتك واسترجعت قوتك وحفظت انك انت المباراه الاولى قدرت تحقق مثلا مكسب كبير هنا في ملعبك، هيريحك مش بالصوره اللي انت مضمون، بس هيديك دفعه انك انت هناك رايح عارف عايز ايه. لو رحت لعبت المباراه بره لازم تبقى رايح تلعب هناك مش خلاص انتهى مساله انك انت تقول اخسر او تعادل او الكلام ده، لانه ما عادش في الكلام ده، لانه مباراه لعبت ما تضمنش ظروفك ايه، اصابات ايه تحصل لك، الماتش يوم هيكون عندك ايه، قرار حكم ممكن يحصل ايه. فانت عاوز اقول لك ايه، في متغيرات امور انت مش ملكك، حسابات خاصه، حسابات خاصه وتفاصيل ممكن تحصل تربك لك كل الموقف. هتلعب اول ماتش هنا طبعا، ففي الغالب ان هتلعب اول ماتش هنا اكيد ماشي. ده انت التاني. ده ماشي، لو لعبت اول ماتش هنا خلاص يبقى انت مطالب هنا بتحقيق نتيجه. لا اكيد، لان انت في يعني انت خدت تاني في المركز الثاني، فهتلعب ايه الماتش الاولاني ايه، مباراه الذهاب على ارضك، مباراه الذهاب هتبقى هنا. فاعتقد انه ده من الحسابات، انه مش مشكلتك انك انت هتقابل سان داونز ولا هتقابل الوداد ولا هتقابل الترجي، بقدر انت هيكون حالتك ايه يوم الترجي وحاله لعبتك. واكيد لكل فرقه من دول مميزات وعيوب، مفيش حد فرقه، لكن ايه الوداد فرقه مش سهله، سان داونز عنده هيبقى عنده خلي بالك هيبقى عنده غل كبير جدا في اثبات على مدربه، الترجي هيبقى نفس الشيء مع عين الشعبان، واحنا عارفين وطريقته اللي عمله معانا هنا يعني مش قادرين ننساه. اعتقد انه ايه هيبقى عندك يا كابتن هاني الثلاثه متساويين معاك، الخوف مش من الثلاثه من وجهه نظري انا كمتابع، انت تخاف من فرقتك، كلما قللت نسبه اخطائها وزاد تركيزها في المباراه وهدفها وطموحها يستطيع فرص الفوز بتزيد، زادت الاخطاء والامور اللي احنا عارفينها بتحصل بتبقى فرصك قليله جدا. فاعتقد انه دي هيبقى لها تحضيرات مهمه جدا وكبيره جدا من اكيد من موسيماني ومن اللعيبه، واللعيبه على حد يعني على الوجه الاكمل انهم اكيد هيكون بالنسبه لهم تحديات كبيره جدا بالجمهور اللي بيساندهم والناس عندها امال وامنيات كبيره في ان الاهلي يواصل مشواره في وصول الى نهائي دوري ابطال افريقيا. طيب انا عايز اناقش حضرتك من خلال متابعتي على ثقافه اللعيب المصري شويه، وشفنا دوت على مستوى النادي الاهلي وعلى مستوى منتخب مصر. ايه هي النقطه؟ ان هل لازم تحط نفسك في موضع او في زنقه بمعنى الكوره كده عشان تبدا تركيزك يبقى عالي جدا ويبقى اصرارك عالي جدا؟ لازم نحط نفسنا في مواقف صعبه، يعني على سبيل المثال حتى على مستوى منتخب مصر كان الامور صعبه في اول تصفيات كاس الامم الافريقيه، بتتعادل ماتشين وبالتالي المباراه الثالثه كانت امام توجو، الموقف صعب فظهرت شخصيه اللاعب المصري. النادي الاهلي الموقف كان صعب، ظهر في مباراه فيتا كلوب في الكونغو. هل دي ثقافه لاعب او دي اللي اتعودنا عليه كلاعيبه مصريه، ان احنا بناخد الامور طالما الامور ماشيه كويس ريلاكس، وطالما الامور مش تحت ضغوط عاليه جدا بيبقى التركيز مش عالي والتحضير ما يكونش مناسب؟ هل دي فعلا شخصيه اللاعب المصري سواء اهلي زمالك، بتكلم على كل اللعيبه المصريه، هي شخصيه الانسان المصري كده؟ الانسان المصري يعني انت حسيبك كده لازم تشتغل تحت ضغط. تعرف انت حدوته يعني احنا في طبيعتنا واكيد انت وانا وغيرنا والناس اللي موجوده كلها بيسيب المسار غتم يهزنق وتلاقيه يقلب الموضوع كله في ساعتين وخلص الحكايه. يعني هو كان عنده وقت ان هو يروح يقضي المشوار الفلاني ويخلص الحدوته، فيترك الامر انه يتعرض الى ضغط. هو عنده قدره ان هو يعمل كده، لكن هو مش في كل مره تسلم الجرح. صحيح، بامانه شديده عاوزين نقول انه في حاجات خلاص الوقت فات. فاعتقد انه كثير من الدروس اللي مرينا بيها، وانت لازم تلاحظ حاجه ان كل التجارب اللي حصلت حتى مع صعيد المنتخب كانت نجاحها من المعسكرات، من التجمعات. يعني البطولة الدورات المجمعه نتيجنا فيها كانت افضل، كابتن جوهري 98 كسر الدنيا وهو رايح بيقول لك انا اجيب ال 13. بس حتى في ده كنا يعني على سبيل المثال حتى وصلنا كاس العالم 2018، حضرتك تفتكر مباراه الكونغو في اخر لحظه في اخر دقيقه بنوصل كاس عالم، برضو يعني اطلع مباراه الجزائر سنه 90 لانها كانت مباراه نوك اوت رايح جاي، لكن دايما تلاحظ في الحاجات المهمه جدا على مستوى الانديه على مستوى المنتخب في فترات معينه ان انت لا يا جماعه ده احنا لو ما عملناش كده هنخرج، ده يعني ما بتطلعش مستريح، ما بتطلعش ما هي تحت ضغوط، بتبقى الامور بتبقى صعبه، لازم تبقى صعبه. يعني انت في بدايه مباراه المريخ اللي هي 2-2 ما
صحيح احنا كنا عاملين ايه؟ صحيح. شوف المشهد كان عامل ايه؟ غريب جدا، اثنين وضربة جزاء كان ممكن يبقى ثلاثة وكان ممكن يبقى أربعة. لكن هو ربنا سبحانه وتعالى اداك إشارة بداع ضربة الجزاء بيديك حاجة. خلاص فبدأت تفوق الشوط الثاني بدأت وبدأ يعني ايه كذا موقف حصل غريب جدا ومفيش ضغط يعني لما تبص على فرقة بحجم الأهلي مفيش ضغط على المنافس وعلى حمل الكورة بتبقى مشكلة. أحد ميزات الأهلي يا جماعة على مدار تاريخه يمكن الجزئية دي ما يعني بأمانة شديدة ما شفتهاش لغاية دلوقتي. أحد ميزات فرقة الكورة اللي هو الضغط على حمل الكورة يعني ما بيسيبوش بتمص يعني في قوة في إرادة في عدم استسلام في روح. هو ليه جمهور الأهلي بيزعل؟ عاوز يحس إنه الفرقة عنده في شراسة مسته كده طول عمره كده تحت أي ظروف ممكن ما يبقاش عنده الموهبة اللي بتكسر الدنيا لكن عنده قوة الأداء الجماعي والروحي في الملعب هي مصدر قوته والروح والعزيمة طبعا ما أنا ممكن يبقى عندك أحرف ناس في الدنيا لكن ما فيش خلاص يعني ما فيش إيه سايب المسألة. فلما يحصل لقطتين ثلاثة ومباراة وشوط وتكرار شوط ويحصل فيها المسألة أكيد محتاجة بالأمانة شديدة وقفة من الجهاز الفني ومن الناس المتابعة وهو التحليل والبتاع والتفاصيل دي التفاصيل دي محتاجة برضو يتقال فيها ليه أنت بتضغطش هنا لإزاي هدف طبعاً بيحصل. هدف المريخ السوداني التاني ده هدف غريب وصعب جدا إن كورة من منطقة جزاء المنافس ويمشي بيها واحد ويمررها تمريرة واحدة يضرب بيها الدفاع كله دي برضو خلي بالك خلت اللي بيتفرجوا ما صدقوش. ما هو انا عايز اقول لحضرتك حاجه اكيد كان في بعض دي المحطات اللي اتكلمنا عليها خلال مشوار النادي الاهلي في دور المجموعات بس طبعا انا في وجهه نظري ان دي كلها الحمد لله انها حصلت في الدور ده الحمد لله ان في اخطاء حصلت لان اكيد هتتصلح من اللعيبه من الجهاز الفني تكرارها يبقى في ايه انا معاك انا معاك اللي هو الموضوع دلوقتي مش هنقول احنا في نوع من القلق شويه لكن انا في اعتقادي كل دي دروس مستفاده النادي الاهلي والجهاز الفني شغال بشكل كبير جدا على المعالجه دي انا بقول الحمد لله انها حصلت في دور المجموعات لكن في دور الثمانيه مش هيكون عندنا ما عندناش الاوبشن ده بصراحه ماشي يعني. احنا دلوقتي احنا متفقين على حاجه ما فيش حد بيتعلم بدون خطا صحيح خلاص صحيح. بس اهم حاجه اتعلم يعني اهم حاجه انه ما يحصلش هذا الامر ليه الناس اتضايقت جدا ما عجبهاش ليه ما هو ضيقته ده انفعال وحبه لان انا عاوز المكان اللي هو فيه عاوز شايف عاوز نفسه يشوفه حاسس نفسه يشوفه افضل من كده فانت دي جزئيه احنا بنتكلم فيها انك انت في المرحله الجايه خلاص لابد من الحرص والالتزام وتقليل نسبه الخطا صح ها في المباريات اللي جايه ما عادش فيها ينفع فيها فرصه فرصتين خلاص اكيد واي منافس هيقابل الاهلي في دور الثمانيه هيبقى عامل حسابه هيقابل مين طبعا. هيضاعف جهده لان عنده طموح جدا ان انا هخرج البطل وأنا يعني بص هيكسب مكسبين انا خرجت البطل ودي بطوله وطلعت انا للدور قبل النهائي وده هيعملها يا استاذ محمود انك انت شخصيه البطل لازم تظهر انت حامل اللقب لازم تدافع عن هذا اللقب لان كل جماهير النادي الاهلي والجهاز الفني واللعيبه عندها طموح وعندها اصرار ان شاء الله نحقق العشره فاكيد الاصطدام تستطيع يا كابتن تستطيع هو ده اللي بتكلم عليه النادي الاهلي يستطيع فرقتنا تستطيع ولكن حاجه النقطه هطلع من النقطه دي ان احنا نستطيع ونشوف بقى مشوار الدوري كمان مشوار الدوري مهم بالنسبه للنادي الاهلي النادي الاهلي عنده بعض المباريات المؤجله مشوار الدوري بدا بعض النتائج كانت مفاجاه بعض النتائج على مستوى الدوري بيبين ان الدوري حتى في الدور الثاني خلاص بدانا يمكن الاسبوع ال 18 ان الدور الثاني مش هيكون دور سهل أجندة النادي الأهلي بعد مباراة سيمبا أجندة مليان عندك كاس وبعد كده كاس وعندك بعد كده زمالك وسموحة ومصري وإنبي والجو يعني مجموعة من المباريات كل ثلاث أيام مباراة فالموضوع صعب جدا يعني شخصية النادي الأهلي أكيد هتبان لكن عايز أتكلم على الدوري حضرتك شفته إزاي من خلال يمكن النتائج اللي يمكن حصلت من يومين أو من ثلاث أيام وجدول الدوري يعني بيقول ايه بالنسبه ل عندك القمه والقاع لان ده عندك المهم يعني. عندك مباراه طب انا بس يعني ما ندخل في الدوري انا عاوز برضو اوجه تحيه لمحمد مجدي قفشه وبقول له ان عندك كتير جدا اللي تقدر تقدمه يعني شكله مع المنتخب في مباراه جزر القمر وحتى مع في مباراه المريخ في الشوط الثاني ده من اللعيبه اللي اقدر اقول لك انك الفرصه مهيئه وخدها يا مجدي خدها وشيلها انت اللي هتشيلها يعني ايه لما نيجي نعدد نقول مين بعد عبد الله السعيد انت عندك الفرصه انك انت تعود الكلام ده
انت عندك فرصه وعندك القدره هو في نفس المكان صراحة. وهو عنده عاوز دعم وعاوز شغل وعاوز اخطاء تتصلح لانه لعيب لديه امكانيات وعنده خفه وقدره وصناعه فرص اكثر من رائعه. لا ايه بس ايه محتاجه بقى خد بقى الموضوع وعيشه بقى يعني خليه كل حياتك. هو بصراحه فاعتقد انه ايه ده هيريحك كتير في ويبقى له دور باذن الله تعالى. ان شاء الله اتمنى له التوفيق كل اللعيبه في المرحله الجايه باذن الله تعالى. انت عندك الدوري النهارده اول فوز للاسماعيلي. ده اول فوز بعد يمكن بعد شهر ديسمبر. لا ده يعني بقى الفوز كام ده الفوز الثاني. الفوز الثاني في خلال وعلى مين؟ على ديربي المصري طبعا. طبعا ديربي القناه مهم مباراه مهمه جدا النهارده. عند كمان النهارده اول مره من فتره كبيره نسمع عن 4-0 و4. طب عايز اتكلم على فوز الاسماعيلي النهارده ويمكن على المصري 2-1 بعد غياب يمكن اربع او خمس شهور بعيدا عن المكسب. ثاني مكسب او ثاني فوز لنادي الاسماعيلي في دور كامل. عايز اقول ده دفعه معنويه كبيره جدا. اعتقد انك بتفوز على المصري ان في اداره فنيه جديده الكابتن ايهاب جلال قادر الكابتن ايهاب جلال بالخروج بنادي الاسماعيلي من هذا المأزق ويبقى نادي الاسماعيلي اسم طبعا كبير جدا جدا ان شاء الله نشوفه في الدوري السنه الجايه في الدوري الممتاز. ولا الامور لسه ما زالت صعبه على اللعيبه وعلى الجهاز الفني؟ لا صعبه طبعا عشان نقول لحضرتك النهارده بعد 18 اسبوع 2 فوز فهتحتاج شغل كبير وجهد كبير جدا من مش من ايهاب جلال بس صحيح. من اللعيبه لانه كمان الفرق الثانيه اللي انت هتواجهها بتحاول تهرب من الهبوط. يا كابتن انت شوف عندك كام فرقه. انت لو مسكت هتلقى يعني تلت الجدول من عند يعني مش عاوز اقول 24 من عند ال 23 وانت نازل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تسع فرق. بس عاوز اقول لك ايه الفوز بيغير. يعني النهارده لما يبقى الاسماعيلي 14 وعندك الانتاج كمان 11 وعندك البنك الاهلي الصاعد الجديد 14 وعندك المقاولون العرب برضو في موقف برضو خلي بالك كل المواجهات دي هتبقى مواجهات كؤوس. فاعتقد ان الفوز هيديك دفعه بيدي دفعه للاسماعيلي معنويه كبيره جدا. لكن لسه المشوار كبير لسه المشوار صعب لكن اعتقد الاسماعيلي مش هيهبط. اعتقد ان شاء الله لا يعني ما مش يعني ان شاء الله هيبقى بص هيبقى في صراع لغايه اخر لحظه ده اذا اكتمل الدوري. طيب اذا اكتمل الدوري وتم على لا خير ان شاء الله الدوري هيكمل ويتم على خير النتائج. هنروح للاهلي. الاهلي عنده 3 مباريات مؤجله خلي بالك عشان يساوي الثلاثه ده غير يعني الاسبوع ده بقى ايه 4 مباريات مؤجله. الاهلي في المركز الثالث بسبب المباراه دي 27 نقطه. طبعا عندك الاتحاد السكندري اخذ المركز الثاني 28 نقطه والزمالك متصدر 33 نقطة من 14 مباراة فاز في 10 وتعادل في 3. هو الفرق ما بيننا وبين النادي الزمالك 3 مباريات اهو 9 نقاط يعني. في عندك في عندك 9 نقاط هنا صح. فرق مشوار الدوري هيبقى مختلف يعني اكيد التركيز من وجهة نظري هيبقى على دوري ابطال افريقيا. هي البطولة الاغلى والاهم. الدوري البطولة المفضلة على المستوى المحلي مع لكن الشغل الشاغل لما تيجي تقول ايه ريال مدريد تلقى ريال مدريد في دوري ابطال اوروبا فرقه ثانيه غير الفرقه بتلعب في الدوري. صحيح. صح عنده 13 ايه لقب فيها وعامل يعني ما كانش ياخد الدوري لكن ياخد ايه؟ ياخد دوري ايه؟ يعمل عامل نتائج كبيره جدا. انت هنا مع الضغط حريص لانك الاهلي فتنافس على كل البطولات، كل البطولات فيها لازم تبقى فيها رقم واحد، فده بيعمل لك نوع من الضغط الرهيب جدا المتواصل عليك، فده بيحتاج المساله برضو يعني مساله تدوير اللعيبه بتبقى برضه ضغط على الجهاز الفني وعنده القدره انه يلعب هنا ويغير هنا وفي فرق بتحاول تحفظ ايه يعني كل هدفها ان هي لما تيجي تلعبك ما بتلعبكش مباراه مفتوحه كله بيلعبك مباراه مقفوله بالوصول يا اما الى تعادل او خطف هدف او الضغط عليك او يعني اهم حاجه ان ايه احاول ان اعرف طب ده طبيعي طبيعي جدا ما هي المنافسه كده مفيش حد هيسيب البطل بياخد البطوله وهو مرتاح. فاعتقد انه مشوار الدوري بعد مباراة يوم الجمعة أكيد هتلقى شكل تاني مختلف. صحيح. الوجوه اللي احنا اتكلمنا عليها دي هي المفروض هتبقى موجودة في المباراة اللي جاية في الدوري لأنه إيه أنت مطالب إنك أنت بتحقق الفوز في المباراة اللي جاية حتى بدء مباراة دور الثمانية في دوري أبطال أفريقيا. أعتقد إنه ده هيكون مهم جدا استرداد قمة المسابقة. أكيد موسيماني هيدفع بوجوه جديدة وكده في ناس كتير هنشوفها ترجع في المباراة الجاية بإذن الله تعالى. طيب تعالى مع حضرتك كده نتابع النتائج من امبارح. فوز طبعا التعادل أولا غزل المحلة مع سموحة. شايف الفرقتين إزاي؟ غزل المحلة من الفرق الصاعدة من الممتاز به
لغايه دلوقتي ماشيه المركز العاشر اعتقادي في المركز العاشر. شايف شكل غزل المحله ازاي؟ وهل قادر غزل المحله فعلا على الحفاظ على هذا المركز في المنطقه الدافيه خلال الدور الثاني، ولا ممكن يقابله بعض المشاكل او الطموح يزيد كمان ويبدا يفكر في يعني في بوزيشن افضل من ناحيه ترتيب جدول الدوري؟ بص، احنا فقدنا كتير جدا بابتعاد الانديه الشعبيه عن مسابقه الدوري، يعني صحيح بظروف احنا عارفينها وظروف مختلفه. بامانه جدا لما بتكلم عن غزل المحله من الفرق اللي انا على المستوى الشخصي اتمنى استمرارها، لانه ده برضو بيشغل رافد مهم جدا في منطقه مهمه جدا، ومن الفرق التاريخيه اللي عملت مسابقه الدوري قبل كده فازت بيها وقدمت جيل وقدمت اجيال ولاعيبه على مستوى عالي. صحيح. يعني مش عاوزين نتكلم. مباراتهم مع سموحه وتعادلهم، يعني طبعا فرقه سموحه عامله كمان موسم مع كابتن احمد سامي بشكل مختلف، طبعا مباراه صعبه يا كابتن، مش هتبص مش هيقدر يحسم ولا تتكلم على هتقول لي مين البطل فوق ولا مين اللي هينجو من البطل دلوقتي، لسه المشوار طويل، لكن الصراع وهيكون قتال مرير جدا من اجل الحفاظ على النقطه والثلاث نقاط في المرحله الجايه. كله بعد الدخول وبدايه الدور الثاني هيبقى الوضع مختلف، الحسابات مختلفه، ويقول لك البقاء في الدوري هيبقى كام؟ 35 ولا 40 ولا 41؟ تبدا بقى الناس تبني على ايه؟ بتبني على ايه؟ نقطه ونقطتين وثلاثه، لان فرقه بحجم غزل المحله اعتقد كل الامال ان هي تستمر، انها تبقى في الموسم الجديد ان شاء الله. لكن عندك تعادل برضه شايفه برضه مش تعادل كويس مع فريق كويس جدا كبير زي سموحه. طبعا ايضا فوز كان بالنسبه لك مفاجاه. طبعا اسوان على انبي 1-0. مفاجاه انبي من الفرق الوسط اللي هي ادائها ثابت. صحيح. لكن اسوان برضه عملت السنه اللي فاتت موسم نهت بنتائج غريبه ومبهره، وبدات بدايه كويسه جدا ثم تراجع المستوى، ثم مع كابتن علاء عبد العال الوضع دلوقتي مختلف. كونك تفوز على انبي فده برضو خطوه مميزه جدا. النهارده عندك اسوان بتلعب في كام؟ في 20 نقطه برضو، لسه مشوار مشوار صعب طبيعي. يعني مش هتقدر، لكن كان فوز مهم جدا. لا يعني فوز مهم جدا، مهم جداً لأن طبعا لو كان يعني إيه كان على فكره ما تتوقعوش برضو يعني. صحيح. ما تتوقعوش يعني، لكن هيبقى اسوان قدامه لا شغل كبير جدا. لسه. طيب من خلال المباريات النهارده، يمكن انا بالنسبه لي كانت مفاجاه يعني على مستوى الجونه. الجونه بدا بشكل اكتر من رائع. الجونه كان في وقت من الاوقات الاسابيع الاولى كان متصدر جدول الدوري وكان ماشي بشكل اكتر من رائع. بدات اخيرا نتائج الجونه في تراجع الى حد ما، مع على الوجه الاخر طلائع الجيش 4-0 يكسب الجونه 4-0. فاعتقد النتيجه كبيره اولا على الجونه انها تتغلب 4-0، لكن كمان الكابتن عبد الحميد بسيوني بيقدم مباريات لا باس بها مع طلائع الجيش، واعتقد كمان كان مهم جدا المباراه دي لطلائع الجيش انها تكسبها كمان بعدد كبير من الاهداف، استعادت ثقه عوده اللعيبه كمان لادائها المميز. شايف المباراه ازاي دي؟ لا ده مفاجاه يعني. جونا زي ما انت بتقول كان ماشي زي ما بيقولوا راس براس في بدايه الاسابيع مع الاهلي والزمالك في المقدمه. صحيح. وعامل نتائج كويسه جدا. دي بتبقى اللحظات اللي بيبقى فيها هبوط، هل هو هبوط اضطراري وصدمه عشان فرقه تفوز بعد ما تراجعت النتائج بعد ما كان في داخل في المربع الذهبي او الخامس والسادس، وبعد كده تراجع وصل المركز ال 11 ب 23 نقطه اعتقد او 21 نقطه الجونه، فاعتقد لا 21 نقطه غريبه جدا. دخل نفسه في حسبه لا، وزي ما تقول هو لفت النظر بالاداء. يعني ايه؟ النتائج اللي عملها ايجابيه في الاول قويه جدا، فعملت خالد لا ده الجون عامل فرقه جامده جدا، فكله بقى مركز بقى. التحضير كان قوي، وانت برضو ممكن يبقى يغيب عنك ايه؟ التوفيق وعدم التوفيق. طب بقى في نقطه ثانيه اناقشك فيها، ممكن جدا كان التارجت او طموحات الجونه في بدايه الموسم ان هو يبقى في المنطقه الدافئه، يعني ده طبيعي واعتقد ده مشروع ان هو عايز يبقى في المنطقه الدافئه، ما يعني ما يكونش تحت ولا يكون فوق. ما هو يعني هل وجوده فترات طويله انه في المربع الذهبي وبدا يخش يبقى موجود فترات طويله في قمه الدوري، هل ده وصل للعيبه والجهاز الفني ان احنا خلاص احنا كده مش هننزل والموضوع بقى ماشي كويس، وبالتالي بدات النتائج على كابوس والتركيز يقل بالنسبه للاعبين والجهاز الفني؟ طبعا هي وهي زي ما انا بقول لحضرتك البدايه كانت قويه جدا، فاطمنت يعني ساعدت ومشيت فبدا يبقى في نوع على ما بتتسرب الحلم ان احنا ممكن ندخل نبقى في المربع
اللي فوق يبقى عندي طموح ان انا ممكن السنه الجايه اروح افريقيا. هل دي في الحسابات؟ هل دي موجوده؟ هل دي في التفكير يعني اداره النادي والجهاز الفني؟ يعني اعتقد. بس طبعا عشان تحقق الكلام ده، ده محتاج ايه؟ محتاجه شغل تاني مختلف، وتدعيم ولاعيبه وشغل. في جهد وفي تركيز وفي شغل عمل واداء بامانه شديده كويس جدا. لكن النهارده سبعه واستيقظ على اخر سبع مباريات لجونا، يمكن اتغلب اربع مباريات وتعادل ثلاث مباريات. فده مؤشر، ده مؤشر خلاص خلاص. مؤشر على ايه؟ على ان الكيرف نازل، بس نازل بقوه. يعني هو الصدمه هنا في ماتش النهارده يا كابتن، 4-0 هزيمه كبيره جدا على ملعبك. اكيد كابتن رضا شحاته والجهاز الفني هيبقى لهم وقفه مهمه جدا، لانه طبعا وده الفوز بيدي برضه دفعه معنويه لطلائع الجيش انه يستفيق من برضه من تراجع النتائج في الفتره اللي فاتت وسوء حظ كبير قبل في كتير من الماتشات. طيب. بص هتبقى مرحله، بص بين جدول الوسط شد وجذب. يعني ايه؟ يعني اداء كويس وممكن تخسر، وممكن اداء متوسط وممكن تكسب، وممكن واخطاء هتلعب دور في حسم مباريات. كل دي الامور دي هتخليك تشوف ايه؟ مباريات قويه جدا وشوط قوي جدا وشوط تاني متواضع، وشوط اول ضعيف كله خايف من بعض، وشوط تاني تلقى الوضع مختلف جدا. فعاوز اقول لك ايه؟ هي دي الحاله اللي هيبقى عليها مسابقه الدوري في الايام الجايه. مسابقه في 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 الفرق اللي احنا بنتكلم عليها، هتلاقي اكيد ما يهم المدير الفني هو تجميع النقاط. لا طبعا تجميع النقاط هو ما يهموش قوي ان انا العب كويس واتغلب وحاجي من الجمله ديت واروح لفريق فريق وادي دجله. دايما فريق وادي دجله خلال يمكن السنتين اللي فاتوا كان من احسن الفرق في مصر بتلعب كوره، كوره جميله وكوره منظمه والبيلد اب وبيطلعوا بالكوره كويس. على مستوى النتائج كانت نتائج كارثيه، بدليل ان وادي دجله يمكن خلال السنتين اللي فاتوا وما زال، لكن النهارده كمان فوز مهم جدا، بدا الـ يمكن التغيير في الاداره الفنيه. لا احنا ما ينفعش نلعب كره حلوه بس، احنا لو عملنا كده ونزلنا الدرجه الثانيه مش هفيش استفاده. النهارده كان في مباراه مهمه جدا يعني لوادي دجله مع البنك الاهلي، وفوز وادي دجله 4-2، واعتقد كان فوز مهم جدا لوادي دجله، طلعوا بقى من الدايره دي شويه. يعني ما هو غير من مدرسه اليوناني راح لمدرسه تشيلي، جاب حاجه تانية مختلفه خالص بعد تجربه كمان قبل كده. الاداء يعني رائع، لكن على ما يبدو الحاجات الفنيه العاليه جدا، هم ممكن نقدر اقول انه مثلا البرازيل في 82 عملت كوره ساحره وفي الاخر ايه خسرت، ايه اتسرقت في صحيح. ها اتسرق يعني بقول روسي خلص ما اداش فرصه زي ما بقول، وانتهت الكوره وراح الحلم. طبيعي. فالكوره دي برضو مش يعني برضو مش عاوز اقول يعني مش عادله في كل مراحلها. يعني بعض الاحيان بتنتصر للقوه وللالتزام، وبعض الاحيان تنتظر المتعه والاثاره اللي هي احنا عارفينها متعه ميسي وكريستيانو رونالدو، بتبقى برع. لكن في بعض المواقف بتبقى ايه تحولاتها غريبه جدا وصادمه بدليل. ما هي دي بقى المعادله الصعبه يا استاذ محمود، انك ازاي تعمل المتعه والجمال في اداء وتعمل قوه ومكسب. دي هي دي المعادله الصعبه. لا جهد يعني. جهد كبير جدا. فاعتقد انه وادي دجله النهارده فوز كبير جدا على البنك الاهلي، اللي عنده طموح انه يظل بعد تغيير المدير الفني، المدير الفني كابتن محمد يوسف، وتولى المهمه دلوقتي كابتن خالد جلال. فاعتقد فوز مهم، فوز صعب جدا، فوز جه في وقته يدي دفع للفريق في الخروج من يعني عاوز اقول دوامه الهبوط. طبعا لسه لسه، لكن هو خرج بيها من دوامه الهبوط، لكن خرج من يعني الهروب يعني. الهروب من القاع مؤقتا يعني. هتبص سته سبعه هيقاتلوا بعض. طيب البنك الاهلي تفتكر يعني خروج الكابتن محمد يوسف من الاداره الفنيه كان ليه اثر سلبي على الفريق اكتر منه سبب ايجابي، او رجوع النتائج بحاله جيده ما كانتش موجوده في البنك الاهلي؟ البنك الاهلي في وقت من الاوقات كان برضو في نص الجدول، كان عامل مباريات رائعه مع فرق كبيره، اتعادل مع النادي الاهلي. هل البنك الاهلي كمان دلوقتي من الفرق المرشحه للهبوط، خاصه ان يمكن خلال المباريات اللي فاتت ما كانش في فوز تعادل لكن كان في كمان هزيمه؟ تفتكر مشوار البنك الاهلي في الدوري الممتاز هيبقى صعب؟ صعب صعب يعني مشوار. يعني بص مع محمد يوسف، حاول محمد يوسف يعني انه هو يحط فيها، طبعا عمل نتائج تعادلات كتيره جدا في دي فرقت في شويه، دي فرقت شويه معاه. ثانيا في مباريات كبيره جدا اهدروا يعني فرص كانت كفيله بحسم المباراه، في برضه دي توفيق وعدم توفيق. ثانيا عاوز اقول لك ايه، انت لما تصعد للدوري الممتاز
وتغير فرقه كامله وتجيب فرقه تانية جديده ولاعيبه جداد برضه على فكره بيبقى له اثر ما بيظهرش. يعني لما تقيس تجربه البنك الاهلي بسيراميكا الوضع مختلف طبعا. يعني سيراميكا دعمت نفسيها بلعيبه لكن ابقت على عناصرها، انا جزء كبير جدا من عناصرها اللي كانت موجوده القديمه اللي هي ساعدت في تاهل الفريق للدوري الممتاز. بس جاب عناصر يعني جاب، لا ما انا جاب عناصر عنده، بص عنده خبره الدوري، لا عنده خبره، جاب ناس عندها خبره الدوري، وبعدين يعني الصفقه اللي خدها من المقاصه عملت معاه، هو ده عملت معاه رد فعل. يعني بص في فلوس اتدفعت، البنك الاهلي برده يعني ما جابش اللعيبه اللي هي ممكن تضعه في الصوره اللي ايه ترفعه للامام، لكن عنده اداره بتحاول، قدمت اليد المساعده، لكن ايه المساله في الكوره زي ما أنا زي ما قلت لحضرتك في توفيق وفي عدم توفيق. محمد يوسف حاول وعامل جهاز مميز جدا لكن الكوره ما ادتهوش، فكان نتيجه القرار ان هم بامانه شديده يعني زي ما تقول صبروا صبروا رغم انه في ضغوط وكلام ده من الداخل وحواديت وقصص، لكن وقتها محمد شعر ان الكوره مش معاه، فالراجل اثر ان هو ينسحب بهدوء. كابتن خالد جلاله تبقى المهمه صعبه جدا عليه، لكن ان هو يعني عامل شك، لكن لسه المشوار طويل شعر. فاعتقد ان البنك الاهلي هيحتاج الى عمل كبير. البنك الاهلي، البنك الاهلي، الاسماعيلي، الانتاج الحربي، صدمه كمان المقاولين تراجع رهيب جدا، خسر 4-2 او امبارح من الاتحاد السكندري برضه مباراه كبيره جدا، رغم ان برضه المقاولين برضه يعني ايه في المباراه فرص كبيره جدا ضاعت منه في مباراه الاتحاد. فاعتقد انك انت ايه عندما تعود يعني يعود الاهلي ويعود الزمالك وبتاع ويبدا بقى التركيز على الدوري، اكيد هيبقى هتتضح الملامح الى حد ما، شكل المنافسه في المقدمه هيبقى ازاي، وشكل الصراع في الوسط وفي القاع هيبقى عامل ازاي. طيب وبمناسبه طبعا جبت سيره سيراميكا، ويمكن سيراميكا بيأدي بشكل اكتر من رائع، مفاجاه ان هو بيعمل هذا الاداء وهذه النتائج. هيقابل المباراه اللي جايه فريق كان ايضا من الفرق اللي بتقدم كره حلوه، كان متواجد دايما في منتصف جدول الدوري، الانتاج الحربي. الانتاج الحربي كمان اعتقد بيمر بازمه على مستوى النتائج، كابتن بعد رحيل الكابتن مختار والكابتن حماده صدقي، دلوقتي كابتن احمد كشري متولي القياده الفنيه. انت شايف كمان يعني انت شايف كمان موعود كشري بان هو بيبذل، بس هو انا اعتقد مدرب كبير قادر، لكن عمله مع اسوان، لا عمله مع اسوان الموسم الماضي لا برهن على قدرته كمدرب وعنده امكانيات، واتمنى له التوفيق. المباراه هتبقى صعبه جدا على فكره. يعني بص سيراميكا بعض الاحيان بيتخيل لفريق سيراميكا انه يعني بطل، فبيلعب بعد المباراه بصوره تفاجئ انه بيلعب مباراه مفتوحه، يعني فتكون نتيجه اما الهزيمه اما التعادل بصعوبه، لكن هو فريق بيقدم كوره، بيقدم كوره، عنده لعيبه، عنده لعيبه، لكن مباراته مع الانتاج من المباريات المفصليه برده مهمه جدا، ومهمه جدا للانتاج، لان الانتاج يعني 11 نقطه في امس الحاجه، كمان هو الاخر عاوز يخرج من الدايره دي، لانه ايه في موقف خطر جدا صعب جدا كمان بعد النتائج الكبيره. فاعتقد ان المباراه هيكون فيها شد وجذب بين مدربين شباب ولاعيبه لديهم طموح، وكل واحد يحاول يدافع عن الوان فريقه، فلا هنشوف مستويات مختلفه يا كابتن. على فكره انا شايف ان المستوى السنه دي افضل بكثير عن الموسم الماضي، يعني ايه مباراه ما تعرفش يعني تتنبأ بنتيجتها، لكن في كوره حلوه بتتلعب برضه، في اداء هجومي، في لا في شغل، في اهداف كمان الاسبوع ده، في اهداف كتير النهاردة. يعني في اهداف كتير جدا يعني مباراه وادي دجله 6 اهداف، طلع الجيش 4، بتتكلم الاسماعيلي 2-1، عدد اهداف كبيره جدا. وخلينا نروح لكمان مباراه على المستوى الفني، اعتقد هتبقى مباراه حلوه ما بين، نتكلم على بيراميدز والمقصه. بيراميدز رغم طبعا الخساره في الكونفدراليه عنده لسه طموح في الدوري، بيقابل فريق المقصه اللي بيتولى القياده الفنيه طبعا الكابتن محمد عظيمه، قياده فنيه جديده وخروج الكابتن ايهاب جلال. شايف المباراه ازاي فنيا مع وجود يعني كادر فني كابتن محمد عظيمه مدرب كبير جداً عليه يا كابتن، عنده مباراه مع مباراه صعبه، مباراه صعبه مش يكون بس هيقابل، هو لسه مستلم فرقه جديد، وهيقابل فرقه بامانه شديده فرقه شرسه، عندها قدرات وعندها لعيبه بيصنعوا الفارق، فهتبقى مواجهه. لكن الكره ما فيهاش زي ما بيقولوا مستحيل، يعني ممكن تحصل المفاجات، والمفاجات ورا، لكن المباراه كفه بيراميدز هي الارجح، ورغم انه بيراميدز في المركز الخامس ب 26 وايضا المقاصه 25 فرق نقطه. مباراه مهمه للاثنين، مباراه في غايه
في الاهميه بين فرقتين ما حدش كان حد كان يتوقع انه المقاصه بعد ما استغنت عن فريق كامل انها تعود وتحتل المركز السادس او الخامس كان مفاجاه من المفاجات برضو اللي اتعملت على فكره. فاعتقد انه هتبقى اتمنى التوفيق لكابتن عظيمه في تجربته. هيبقى مباراه صعبه جدا وهي يعني هيحتاج المباراه منه جهد لايقاف مفاتيح لعب بيراميدز اللي مش هيعرف يعني مش عارف هيوقف مين ولا مين، لكن كل شيء وارد في الكوره ان شاء الله. كل شيء وارد في الكوره، وزي ما حضرتك بتقول هو ده اللي احنا عايزينه، ان الدوري المصري يكون دوري قوي يخرج لنا لعيبه على مستوى دولي كويس. كابتن حسام البدري عنده مشوار اقدر اقول مشوار احنا قادرين ان احنا ان شاء الله نحسمه، لكن مشوار صعب في تصفيات كاس العالم، عندنا البطوله الافريقيه ان شاء الله السنه الجايه في يناير. فاعتقادي ان الدوري يا استاذ محمود بهذه القوه وبهذا الاداء يسعد الكابتن حسام البدري عشان يفرز لعيبه كمان على المستوى الدولي تساعد طبعا مع مجموعه المحترفين مع خبرات لعيبه الاهلي والزمالك، اعتقد ده كمان في صالح الكره المصريه بشكل كبير يعني. طبعا انت واحنا عملنا سمعتنا في افريقيا بيها يا كابتن، عملناها بالدوري، الدوري المحلي مش بالمحترفين على فكره يعني احنا خدنا ثلاث امم افريقيا بالدوري المحليين اللي بعد كده بدات ناس بدات تقلدنا انه منتخب زامبيا قلدنا بعديها ان هو ايه بكل المحترفين مش عارف ياخد كاس افريقيا، خدها لما استعان بلعبته ودوري المحل. فده شيء كويس جدا لما يبقى عندك ده دليل ان عندك منتخب قوي، منتخب اولمبي قوي، في منتخب ناشئين، ده في اسمها تواصل اجيال، في متابعه بتدور على لعيب نص مميز، بتدور على باك، بتدور على ديفندر، يعني عاوز اقول لك ايه ده بيديك الفرصه. اتمنى انه كل ما تتسع المنافسه وتتسع القاعده كل ما يبقى عندك البحث عن الجديد، وانك انت بتخرج جيل جديد من اللاعبين المميزين. واعتقد منه اتمنى انه اشوف في فريق النادي الاهلي في الايام اللي جايه حد يعني لعيبه من قطاع الناشئين في الفرصه، لانه عشان يشعروا بالاهتمام ان هم موجودين، لانه في الفرق الثانيه بتطلع لعيبه وبتدي فرصه بتدي حماس وبتخلي الناس اللي تحت تشتغل، فانت لازم تطلع لاعب وتطلع اثنين وتطلع ثلاثه عشان تحسس اللي تحت ان هم شغالين كويس جدا. فاعتقد دي الشباب هم الامل، هم الهدف، هم العنوان، هم اللي يديكوا الروح، هم اللي يعملوا لك الفارق في اي حاجه، لكن الاعتماد دايما على الاسماء يعني ما اصبحتش الاسماء في كل الاوقات، لانه انت بتيجي في وقت كده لازم يبقى عندك حد لديه طموح يقدم لك صوره مختلفه. فاعتقد انه من الحسابات المهمه جدا انه اشراك الناشئين بصوره باخرى في مباريات خاصه اذا كنت يعني اطمئنيت وضع فريقك في المسابقه بيبقى مكسب ليك وحافز ليك ويديك بيعوضك عن حاجات كتير انت كنت تبقى ما كنتش واخد بالك منها. صحيح. استاذ محمود بنشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا كالعاده في البيت الكبير، شكرا جزيلا. دي كانت نهايه فقرتنا، بعد الفاصل ان شاء الله الزميل شريف فؤاد وحديث عن الكره المصريه ومستقبل الكره المصريه مع الحاج محمود الشامي بعد الفاصل.